السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم عيسى ماندي هذا الهدف الثاني اللي سجله على ريال مدريد مع بيتيس. مشي الهدف الأول شتناش عامل واحد قال لهم الهدف الأول ما هوش الهدف الأول، وسجل فانيك من ركنية برأسية، فانيك برأسية وسجل من ركنية فانيك. اليوم فانيك سجل فانيك برأسيه محكمه، يعني نقولوا بلي اليوم محرز، قلت لك محرز عيسى ماندي هذا الهدف الثاني للريال مدريد. هذا الهدف الثاني ماهوش الهدف الاول. شعمل واحد شتهم في المواقع التواصل راهم الهدف الاول، هدف ماشي الهدف الاول. هذه اداء ثابت عند عند عيسى ماندي، اداء لهاد الناس اللي كانوا ناس تمركي للريال وهما يتبع لك يقول لك لا يا ودي نعلو الشيطان، كثر خير هاد اللعابه اللي راهم اللي رانا اليوم صايبينهم، كثر خير هاد اللعابه اللي رانا صايبينهم. واحد كيما هذا يرد لك يطلع لك المورال، على بالك يطلع لك المورال، تقول لي كيما ناسيونال غادي، المهم ان شاء الله تقعد مليحه كي تشوف الاداء كيما هذا يطلع لك المورال. هاك تشوف كيفاش كلامنا لمليا العمده تاع لا ديفونس هو عيسى ماندي في ليكيب ناسيونال. كيما رانا نشوفو فيه اليوم بنادم يكافح لك في ميسي، يكافح لك في كان واقف لكريستيانو، واقف لميسي، واقف لبنزيما، واقف نتايا حسب بلي يلعب لك لهنا، يلعب يدي الدراهم وزادين شاريلو البارتيه، كاين اللي لا يلعب. ومن بعد تجيبهم يهضروا عليه في القنوات يقول لك كاين المكانه تاعو، ما كاش مكانه في كاين عيسى ماندي، ما تبقاش تقول لي كاين مكانه، ما كاش مكانه كاين عيسى ماندي، ما تقولش مكانه، ما تقولش كولي غادي يجي في بلاصه منا ولا بن عمري ولا بن عمري. كنت تهضر معاه يقول لك يا ودي انا كثر خير عيسى ماندي. شفنا نهار كوتيفوار عيسى ماندي ما درش كوفراج بن سبعيني مركاونا هم مالكم. عيسى ماندي ما دارش خطره، ما بلعش من جهه ما راحش كوبرا بن سبعيني مركاونا خطره برك. هماكم اودي يعني الناس شو البنت كي داير، شو الاداء تاعو، اداء ما تنجمش تهضر، اداء ثابت يا ولد عمي. وين شنا كيفاش قال لي وين كانوا واه بيدريك هو اللي مركا البنت الاول، عيسى ماندي في الدقيقه 35، ويليام في الدقيقه 37. يعني راك تشوف كيفاش لعاب جزائري وين كنا نشوفو حنايا، ما كناش نشوفو مقبلة، ما كناش نشوفوا سبحان الله، ما كثر خير هذو اللعابه. ومكاش موراهم راك تشوف اللي مكاش كاين موراهم، مكاش كاش ما جابوا هذو، كاش ما نقعدوا طامعين، مكاش هذو غادي يكملوا هي تبقى على خير. هذو مور الكوب دي موند، الله يجعل الكوب دي موند يكملوا ويقول لك تبقى على خير. حمالكم مكاش كاع شكاين، مكاش ما تقارعوش لهاد الناس يجيبوا واحد كيما عيسى ماندي ولا ينيكوسو لك مع عيسى ماندي، ولا راحوا جابوا لك حسني مسكين الله ينجحو تشوف في الدقوه. ما عندناش لهنا هنا مكان دروك هذا الاتحاديه، انا جاي من نرجع لهاد الاتحاديه دروك راهم يخدموا، راهم غادي يطبقوا عليك الارض المحروقه. غادي شوف اكتو اداء كي داير، اكتو اداء كي داير. عندك تا ديفونسر اللي يلعب لك كيما هكا ضغط عالي، كيما هكا ولا ضغط عالي يا سي محمد، ضغط عالي ماشي لعب ولا شوف كيفاش يا ولد عمي نلعب الناس مالغري الريال راهي الريال كيما راني نشوف الريال كيفاش اي ضاغطه بصح اختو دو بيت اللي مركاوهم في وقت بالخفض كل شغل حشاوها للريال مدريد. ريال مدريد تلعب مليح يدور مليح بصح ستيلا حنا نهضروا على عيسى ماندي. عيسى ماندي وين راه قايم بالواجب تاعو في لا ديفونس، راه قايم في الواجب، نهضر بريمير ميطو، نهضر على بريمير ميطو، راه قايم بالواجب تاعو في لا ديفونس. شوف الناس كيفاش تخدم اصاحبيها، او انت تجيب لعاب كيما تجيبه انت، وين راهم هذو، وين راهم في باراد ولا مكاش لهنا، ما عندناش دروك. انت يا تمنع تقول انا ما نجيبش مليا اللي بيجي يجي وحده، انت لازم يكون عندك هنا، انت ما عندكش هنا وما تجيبش مليا ليكيب ناسيونال وين انت غادي تكون مليحه، وين انت غادي تكون مليحه، ما غاديش يكونوا مليح والله، ما غادي يكونوا مليح كاع. انا نقول لكم خاطر عليهم مبلعين، راهم مبلعين ديمينو كاع لعاب كيما هذا. انايا واحد كيما عيسى ماندي نورمالمون لا سويت تاعو صايي كي تطلع، اي تطلع اي تطلع يسقمو في واحد كيما هو. بصح حنا مكاش، حنا غادي نروح عيسى ماندي نقعدو نبكو على عيسى ماندي،
ما كاش مور عيسى ماندي، ما كاش الا قعد هذا زتي، ما كاش مور عيسى ماندي. اللعب كي داير وكلش يا صاحبي، لعب شو كي يخرج لك بالبوله، ما يتقلق لك، ما كنت عيوش قاعدك طالع بالصغاريت، مهود بالصغاريت، اللي يعرف يبلاصي روحه، يعرف كيفاش يخرج من لا ديفونس بالبوله، يلعب مقي، ما يتوسخ ما والو. انا ما شفتوش موسخ كاع، يلعب مقي، كاين اللي يكون تيسب بلي يتمرق في الصحن. الله لا بزاف على بالكم، مي تشوف كيما انا، شوف كيما هكا تغيظني ليكيب ناسيونال للوقت اللي راه جاي، ماشي ضروري، خاطر كاين الناس راهم مستغلين هذا الوضع كيما هكا، راهم مستغلين الوضع، خلينا يقول لك هي مليحه خليها مليحه، ونهار اللي تفركت ديرك، نهار اللي طيح يصرى كي الفخار طاح راح. وين هذا الشخص هذا زاتشي، هو من ضيع مواهب المستقبل المنتخب الوطني الجزائري، وقام بتجارة مالية على ظهر المنتخب باستدعاء لاعبين محليين فقط. كيف لا يوجد أي لاعب من محترفين الشبان في أوروبا؟ إنها ونقولوا إنها مؤامرة. لا ننسى أن المنتخب الجزائري لو لا لاعبين محترفين أمثال عيسى ماندي لم ننجح في تحقيق إنجاز كبير، تأهل لكأس العالم مرتين والوصول لأدوار نهائية في كأس إفريقيا والتتويج مع المنتخب الوطني الجزائري بكأس التاريخي، بالتتويج التاريخي في مصر. نتمنى النظر كما يقول لك، نتمنى ان شاء الله بربي في سياسه تشي الفاشله وعدم ضياع اللاعبين مواهب مستقبلا للمنتخب، ونقولوا باللي منتخب خط احمر لهذو الناس اللي راهم يتاجروا باللاعب، يتاجروا بالمناصب تاعهم. تشوف لاعب كيما هذا يلعب لك كونتر الريال غدا ان شاء الله ما غاديش نقولوا نشوفوا، الناس راهم ساكتين كاع، مكاش كاين جابوا قولي جابوا، راهم يجيبوا المستوى الثالثه، ما يغلطكش يقول لك من دور في بلجيك ولا مستوى ثالث، انا مكاش اللي يجي يغلطني، انا نلعبو بالمستوى الثالث. كثر خير بولحي، ماندي، زفان، فيغولي، محرز، ابراهيمي، هذو اللعابه بن ناصر، هذو هما كثر الاخرين، وخروا هذو ايوا، خلي تاوعكم اللي نتوما تبغوهم خلوهم، ونشوفوا شي يديروا. عندنا سي فوا كوب دافريك ما كاليفوهاش الا ما على بالكش، اليوم مغلطينك ها كوب دافريك والله ما تكاليفي، عندك سي فوا والله ما تكاليفي، دخلك مليح في راسك. شوف الاداء كي داير بن ناصر اليوم، عيسى ماندي اخويا طالع بالو كي يطلعها من الصيد، يطلعها من لا ديفونس، يخرج بها من الكاري 18، تحسب اللي راه وحده، تحسبه خارج وحده، يحط بولا يحط منا راتب بزاف، والتطور كيما نقولوا حنايا في المنحنى تصاعدي، مكاش اخر، كل بارتي اللي فاتت شناه كيفاش لعب، بارتي هذه، وهذا المتزاوج للريال، شو ديفونسير جزائري ماركي دو بيت للريال مدريد، راه ماركي دو بيت، هذا المتزاوج، وقيلا ماركا في 2016، وقيلا 2016 هكا ماركا فانيك من الكورنر حطها، وخسروا 2-1 ذاك الماتش نعقل كونتر الريال، واليوم فانيك. براسه فانيك حطها، يعني كانت ضرب نتوما الكاميرا يتبع فيه في الكورنر، جات كوفرو تاع اللي الكاميرا تتبع فيه، يقارعوا له باش يماركي، الناس كاع عساته يقارعوا له باش يماركي، انت يا تلعب لي فهمتي، رانا نتبعو والله لا علاه كيفاش راني نهدر، نشوف هاد اللعابه موراهم مكاش، ما غاديش نصيبو موراهم. تما جيل لا طالع مواهب، هذو صحاب 19 وصحاب 22 كلش 23 اللي راهم في اوروبا يقارعوا باش نعيطوا لهم، غادي يقتلوهم كيما 2022 2023 راح صاي، ومن بعد قارع انت يا جيل واحد اخر كاع يطلع، اي قارع منا على 10 سنين ولا 15 عام، باش تصور واحد كيما ماندي ولا واحد كيما محرز ولا واحد قارع كاع من جديد، خاطر راهم يجيبوا لكم استدعاءات اللي راهم يديروهم غي من المستوى الثاني المستوى الثالث. تروح تعيط للزرقان وتعيط لي نتايا تاع لامسيا وتقول لي باللي باين يخدم، ماشي باين تخدم، ما غاديش تخدم، اللي عيط لك نتا اللعاب راه حابس راه في 7 شهور، ما تقول لي لا قائمه موسعه، لا قائمه ماشي موسعه. استدعاءات تاع بارادو حنا وين استفادينا منها؟ مازال ما استفاديناش كاع من الاستدعاءات تاع بارادو، او روح جيب انت من الخارج، روح جيب خدم كيماهم يخدموا جوارينك. تا واحد كيما ماندي نتايا وين غادي تسيب ماندي؟ نتوما كنتو تردوا فيهم تعايروا فيهم، هذا كانوا يعايروا فيها،
هذا كان هذا اللي غوركي، هذاك عباد، هذاك عباد سمير عباد، هذاك عاير ماندي في الندوه الصحفيه. غوركي قال له روح دير النواظر، روح. قال له ماندي راك تعيط له، علاك تعيط الماندي؟ اي قال له روح دير النواظر، روح. والله العظيم اللي قال له روح دير، ولاو يعايروا في غوركي على جال ماندي. وشنا زاتينا اللي قال لهم باليوم يردوا رجليهم، امر يدير لك سروالك مشي رجليهم.